بطاقة الشفاء، وهو ما سيسمح بالمتابعة الإلكترونية أدق للمسار الصحي للمؤمن، لهم اجتماع وذوي حقوقهم. راح نخرجوا العام الجاي إن شاء الله لكارت شفاء جينيراسيون 2، نوفيل كارت شفاء اللي راح يعطي المسار الصحي للمؤمن من أول أوردونونس تاعو إلى يوم اللي نديروا له لو كونترول. تسمى لا داعي نرجع للملف الصحة تاعو، كلش نلقاه في لاكارت شيفا، من تقارير تاع المخابر او تقارير تاع الراديولوجي او لا تقارير يعني لي كونترونديو تاع اذا دار انترفونسيون شيروجيكال، هذوك نوليو نلقاوه في بطاقة الشيفا الجديدة كي يروح عند الطبيب ولا عند المستشفى، لا داعي يجيب معاه الملف تاعو.